وسنة جديدة يا رب يكون عام سعيد. بنرحب أول حاجة بإنسان ليلى مديرة المدرسة، بنرحب بكل الشيوخ، أهلا وسهلا بيكم في مدرستنا وبيتنا وبيتكم. الكلمة الأولى لإنسان ليلى بنرحب بيكم. قول إيفري بادي. Welcome back to school. I am happy to be with you this year. I hope to see you a best student and best teachers. I'm sure that the one who will make effort will have good results. Right? Okay. يسرني أن ألتقي بكم في مدرستكم في بداية عام دراسي جديد مملوء بالأمل والتفاؤل، وأن يكون عام بركة ويوم وسلام علينا جميعا وعلى وطننا الحبيب. أرحب بكم وبضيوفنا الكرام أسرة واحدة لنعمل من خلالها لصالح بناتنا الحبيبات. ومع قدومكم أسعد أيضا بما حققته مدرستنا من نتائج باهرة، حيث تفوق 6 من بناتنا في الشهادة الإعدادية، وهذا التفوق بفضل جهود معلماتنا ومعلمينا وبرعاية أخواتي الرهيبات. وهنا لا يفوتني أن أذكر الأخت ماريني فيل التي تعبت معنا العام الماضي. ومثل حرصنا على هذا التفوق، نحرص أيضا على درس الأخلاق الكريمة والفضاء. وإننا هذا العام سنعمل معا في تعميق مشروع الخير، أي عمل جيد أهتم بزرع، بمساعدة، بمساعدة أي إنسان محتاج، كل هذا خير. أي عمل جيد أقوم به، أي مجهود في دراستي، هذا عمل خير لي وللمجتمع. وسنسعى لتطبيقه من خلال أنشطة مختلفة وإذاعات كالمعتاد. وكل عام وأنتم جميعا بخير. السنة دي المشروع المدرسي بتاعنا عامل خير، وعشان المشروع المدرسي بتاعنا عامل خير هنتكلم السنة دي عن إن كل واحد فينا فيه خير، وهيبقى اللي قبله الخير ده إنه تنفع أكتر من كده لمدرسته، وأكتر من كده لشرعه ومدينته، وأكتر من كده لبلده وحاله. بس ما دام الحاجة إزاي؟ هنكون فينا خير وكل واحد يسلم على جنبه. يلا يلا. فينا خير. يلا واحد اثنين ثلاثة. فينا خير. إحنا مش بس نتكلم عن ربنا، إحنا كمان هنقول واحد اثنين ثلاثة. احنا كمان بنحاول ننقل الخير، مش لازم الخير يقف عندي وبس، لو الخير وقف عندي وبس متبقاش خير. Thank you.
غيرها. مصر هي البلد، هي الوطن، هي الخير، هي الخير، هي السبب، هي الامن، هي الامان. كلها قلوبنا تتجمع مع بعضها في حب مصر وتخاف على مصر. حقيقي مصر اميه امانه بين ايديكم حافظوا عليها. ما تسمع قبل ما تتقدر وتنفعل فرقة. ده بلدي، ده سكني، ده أمني، ده أماني، ده وأنا شفته أرضي، أرضي، أرض مصر. سعيد أوي بيكم، سعيد بأولادي، بولادي، ببناتي. حاجة تشرف، حاجة تبهج. خليتوا زي ما انتوا كده حلوين، حبوا بعض وحبوا مجتمعكم. بشكر الاحفاد، بشكر اداره المدرسه على هذا الطيب والحب الطيار اللي اتمنى من قلبي وسيدته اللي يجمعنا الحب بنا كمصريين ونقدس كل شيء وقبل اي شيء في الارض. عشان لو احنا حافظنا على الارض طبيعي عرضنا على العصر والعصر جاي. فاليوم تكرر إدارة المدرسة طالبات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2018-2019 لحصولهم على المراتب العليا على مستوى الإدارة التعليمية، متمنين للجميع أن يكونوا كالضفة في بستان التطور. ومع الطالبة رائد عصام من الأهل 278. من يان طارق 278.